موضوعنا اليوم لقاء التفاهمات الكوردية بداية الانفراج العملية السياسية، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. من باب توحيد البيت الكردي وفي مرحلة سياسية حساسة في العراق والمنطقة، ألقى رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني بأوراقه في اللحظة المؤاتية تماما، والتي كان يحملها في جيب ومفتاح حل المشاكل في جيب آخر، شخصية يتفق المراقبون على مدى تأثيرها في ردم فجوات الخلافات واحتوائها. وقد بدأ حديثه من باب المسؤولية بكلمة سامية قال فيها: ليس لدينا مشاكل غير قابلة للحل. بهذه الكلمات تحدث جرفان بارزاني من السليمانية. بوادر للحل تلوح في الأفق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، التي بدورها قد تضيء الدرب لخلافات بغداد وتفك الانسداد السياسي. وربما المبادرة التي ينوي طرحها الرئيس مسعود بارزاني معتمدة على إنهاء حالة الانسداد في الإقليم، ومن ثم تكون هي الأكثر واقعية لحل الخلافات بين الأحزاب في بغداد وتشكيل الحكومة. لكن يبقى سؤال يطرح بقوة: هل سيؤثر الاتفاق الكردي على توجهات الحزبين في تحالفهما مع الأحزاب في بغداد؟ وهل سيكون الاتحاد الوطني مع تحالف إنقاذ وطن، أو يكون الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي؟ لاسيما أن السيد الصدر قد أعطى مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة بمعزل عنه. كما رحبت أطراف شيعية بالحوار الكردي، وعد الشيخ قيس الخزعلي هذا الحوار بأنه بوابة لإنهاء الخلافات في العملية السياسية، داعياً الأطراف السياسية إلى اتخاذ خطوات جدية لتصحيح مسار العملية السياسية. لكن التوقعات رجحت أن تبقى التحالفات، وإن المبادرة التي ينوي الرئيس بارزاني طرحها هي بوابة للحل لجميع الخلافات والمضي بتشكيل الحكومة وإنهاء حالة الجفاء السياسي بين الأحزاب.